لا يقاس أمر المكتبات الوطنية أو الجامعية أو العامة بما تحتويه، خصوصاً في ظل تراجع الاهتمام بالكتب والمكتبات وتوافر خيارات بديلة تغني عن ذلك كوسائل التواصل الاجتماعي والتقنية الحديثة. إلا أن المكتبات لم توفق في التواصل بفاعلية مع الجمهور، وتعتقد أن هذا هو سبب العزوف عنها. والمعروف أن دور المكتبات لا ينحصر في توفير مصادر المعلومات، بل يتعداه إلى القيام بالأنشطة والبرامج والدورات القصيرة التي تساهم وتساعد في نفس الوقت في رفع وعي المجتمع وتثقيفه. عندما تكون المكتبة تفاعلية مع المجتمع، تقدم الخدمة ابتداءً، ما تنتظر أن الباحث يعني يطلب منها هذه الخدمة، هنا يجي دور المكتبات. ما تقدم هذه المكتبة من خدمات قاصرة، فكل ما كانت المكتبة تقدم خدمات أو خدمات مميزة، كل ما كان عليها الارتياد والدخول إليها، سواء كان دخول مباشر أو دخول عن طريق محركات البحث المختلفة. لابد أن تكون المكتبة هي اليوم التي تبحث عن الباحث، وليس الباحث هو الذي يبحث عن المكتبة. الخدمات اللي المفترض تقدمها المكتبات: تسهيل عملية البحث، تسهيل عملية الوصول، تهيئة المكان للباحث. اليوم المملكة تكاد تكون البلد العربي الوحيد التي يوجد فيها مكتبات عامة، لا تخلو مقاطعة من مقاطعات المملكة أو مدينة من مدنها من وجود مكتبة عامة.